طيب خليني أروح لأخبار مجلس الوزراء، حيث اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات العمل. شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهتمام الدولة البالغ بجذب الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في مجال الطاقة النظيفة والنهوض بالخدمات التي يقدمها، لكونه ركيزة رئيسية لمساعي تحقيق التنمية. من جهته عرض الدكتور محمد شاكر المستجدات المرتبطة بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والتوسع في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لنحو 30%. خليني أقول إنه ملف الطاقة تحديدا، يعني إن الحكومة بتقوم بجهود كبيرة ونتائجها ملموسة، لا يعني الواحد ما يقدرش يتكلم فيها، لكن أنا عايزة أقف عند رقم، إنه كل المجهودات اللي بتقوم بيها والدولة ومشاركة القطاع الخاص، وإحنا شفنا شركات وبيقابلوا شركات عالمية وشركات عربية واستثمارات عربية واستثمارات أجنبية للهيدروجين الأخضر وإنتاج الوقود، إنه المستهدف خفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. أنا عايز أقول للسادة المشاهدين ده بكرة، يعني في عمر الأوطان 2030 ده مش زمن، يعني ل 30%. شوف أنا هوفر قد إيه، يعني الواحد كده لما يقعد يفكر 30%، طب أنا من كام سنة كنت بستخدم بشكل كامل الوقود لإنتاج الكهرباء، فلما أوصل ل 2030 أنا أبقى وفرت قد إيه في استخدام الوقود، وده هيوفر لي طبعا، يعني ده بالتأكيد هيوفر لي بشكل كبير. شايف الجهود اللي بتقوم بيها الدولة في هذا الصدد، خاصة ان قطاع الطاقة مفيش حد يقدر ينكر المستوى اللي وصلنا له ليه. زي ما تفضلت حضرتك ان اللي حصل في قطاع الطاقة انا بعتبره معجزة. عايزين نعرف هو حصل معجزة ولا لا، علينا ان احنا دلوقتي نرجع بالذاكرة شوية كده 10 سنين لورا. بمناسبة ان احنا دلوقتي خلاص ذكرى ثورة 30 يونيو، ارجع بقى قبل 30 يونيو. شوف كان عندنا ايه في الطاقة؟ كان الطوابير العربيات بتقف قدام البنزينات محطات التمويل، كانت الكهرباء بتقطع كل شوية أكتر ما هي ما بتيجي. كان عندنا أزمة خطيرة في الطاقة، كان في مصانع متوقفة نتيجة موضوع الطاقة. الآن احنا لدينا وفر في الطاقة، لدينا اتفاقيات لتصدير الطاقة. مصر الآن أصبحت مركز إقليمي لتصدير الغاز لأوروبا. يبقى حصل معجزة ولا لا؟ طبعا حصل معجزة، حقيقي حصل معجزة. ليه بقى الدولة عملت على الموضوع ده تحديدا واشتغلت عليه وهو كان ضمن أولوياتها؟ لأن بدون الطاقة الحياة تتوقف. صحيح. توفير الطاقة يعني جذب استثمارات جديدة، يعني إقامة مصانع جديدة، يعني قضاء على بطالة، يعني تشغيل، يعني تنمية مستدامة. صحيح. فبدون الطاقة يبقى في أزمة في كل القطاعات. مصر بدأت في موضوع الطاقة واشتغلت عليه من 2013 بشكل مهم جدا، ولدرجة ان احنا وصلنا لحضرتك اللي هو عندنا خطة 2030، الدولة كلها زي ما تكلمنا في الجزء الأولاني بتاع استراتيجية التعليم، عندنا خطة أولية استراتيجية في كل الوزارات ل 2030، ثم عندنا خطة ل 2065. تمام. فالقطاع الطاقة ده 2065 مع أفريقيا. الله ينور على حضرتك. تمام. 2065 ده الرقم بتاع أفريقيا، بس بالنسبة لمصر كمصر اللي هو التنمية المستدامة والآخر، وده 2030. نعم. بس لأن زي ما حضرتك قلت إن السنوات دي في عمر الأوطان، مفيش بكرة، مفيش بكرة. احنا دلوقتي قاعدين بنقول في 30 يونيو مر على 10 سنين. لو بص كده فين ال 10 سنين دول، لأن الزمن بقى بيجري بسرعة والسنوات في عمر الأوطان زي ما تفضلت حضرتك قليل. فمصر في موضوع الطاقة مشيت على عدة مسارات متوازية. رقم واحد، إنشاء محطات كهربائية بتشتغل بالغاز، ثم دلوقتي بنحاول نشغلها بالطاقة المتجددة.
عندنا مشروعات الطاقة المتجددة، في مشروعات للطاقة الشمسية. عند مصر فيها يمكن أكبر محطة للطاقة الشمسية في أسوان، في محطة بنبان، دي تكلفتها حوالي 2 أو 3 مليار دولار، مش متذكر الرقم بالظبط. عندنا برضو أكبر محطة لإنتاج طاقة الرياح في خليج السويس، ودلوقتي عندنا كمان اتفاقيات لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، باعتبار إن ده هو التوجه نحو الطاقة النظيفة في العالم كله. الطاقة أزمة خطيرة جدا، وأظهرت إن العالم كله في خطر في موضوع الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. أصبح فيه له حوالين إزاي نعالج أزمة الطاقة ولا نعتمد على البترول بشكل أساسي، اللي هو بيقولوا عليه الوقود الأحفوري، إزاي ما نعتمدش عليه. فالتوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، وطبعا من نعم ربنا علينا إن إحنا الثلاث أنواع من الطاقة دول متوفرين عندنا، لكن ينقصنا التمويل. عندنا اتفاقيات تمت في مؤتمر المناخ اللي فات في شهر نوفمبر 22، حوالي 85 اتفاقية لإنتاج الطاقة وتصديرها من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، واتفاقيات جانب طبعا. وكنا بنقول الفترة اللي فاتت كنا بنشوف العديد من الشركات العالمية اللي بتيجي مختلفة الجنسيات بتيجي مصر وبتتفق، وسواء بقى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في العين السخنة، يعني بالعكس، يعني العديد من الشركات والعربية أيضا والاستثمار العربي كانوا موجودين يعني من أجل الطاقة الخضراء. ده حقيقي.